السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف. كي دايره مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ وليداتكم نتمنى تكونوا مزيان على خير وبخير. المهم كنت تنوجد واحد الشوربه او واحد الحريره اللي معروفه تقليديه تديروها والدينا وجدودنا من زمان، وهي اللي تطلق في هذا البرد، وهي اللي تسخن في هذا البرد، وتطلق للناس اللي مروحين، الناس اللي نفيسات يلا ولدوا والوليدات ومزيان ومهمه، اللي هي التشيشه ديال الشعير او البلبوله او اللي معروفه بالبوله. المهم انا خديت اليوم واحد هذا وبغيت نشارك معكم، قلت تنصوبها هاد الشوربه او هاد الحريره، علاش ما نشاركهاش مع البنات وياخذوا فكره، وحتى اللي ما عارفاهاش تاخذ فكره وتوجدها لوليداتها ولعائلتها في هاد البرد. فريمون تتسخن مزيان وتتحس براسك تتاكل شي حاجه اللي هي مفيده وصحيه للجسم ديالك وصحيه لوليداتك وصحيه للعائله ديالك كامله، اللي هي هاد الحريره ديال الشعير. راكم عارفين فوائد ديال الشعير. المهم انايا غنوريكم الطريقه اللي باش كانت تديرها الام ديالي ملي كنا صغار، وحتى انا وليت معتمده عليها تنديرها، كتجي بنينه بنينه بزاف. جربوها وردوا عليا الاخبار، ونشارك معكم الطريقه على بركه الله. خليكم على فيديو. المهم البنات كيف ما تشوفوا هنايا عندي حب رشاد اللي نقيته، وراكم عارفين الفوائد ديال حب رشاد مهمه بزاف لا تعد ولا تحصى، وبالاخص العيالات النفيسات اللي يلا والدين تيصاوبوه. حنايا عندنا في الغرب واحد الطريقه اللي هي زوينه، ضروري نفيسه تشربوا تفطر بيه، ولا تشربوا في العشيه بالحليب والبيض البلدي وشويه البزار تيجي لذيذ. خصك تكوني تتعرفي طيبيه تيجي زوين. وهنايا عندي بطبيعه الحال الزعتر اللي هو معروف عندنا ومهم لتلاق الوجع البرد، اللي تنستعملوه في وصفات اللي هي كثيره، وزيت الزيتون الذي لا يعلى عليه. راني بديت ديجا البنات غسلت البلبولات الشعير ديالي، ها هي غسلتها مزيان ودرت فيها شويه البزار وراس المعلقه سكينجبير، وباكيد اكيد زدت فيها هاد الدريسات ديال الثومه اللي غسلتهم ودرتهم بالقشره ديالهم. تا هما راه مهمين، الناس اللي عندهم مرض بالرواح، اللي عندهم الكحبه، اللي عندهم هادي، فمهم ها نتوما تنديروا الماء بارد تنديروه فوق هاد التشيشه وتنقصوا عليها البوطه، ما تنكتروش على حساب افراد العائله حيت هي تبارك الله تتضاعف الحجم ديالها، اما نديروا رابعه ولا نص كيلو. اول حاجه نزيد عليها الزيت البلديه ديالي، ها هي، وفي الاخير راح نزيد عليها البنات الحليب تقريبا واحد نص كاس. وغادي نزيد نسيت واحد المكون اخر اللي هو رئيسي، غناخذ واحد جوج معالق كبار ديال الزعتر اللي غندير لهم هكا، جوج معالق كبار اللي تنكونوا منقيينو، وواحد جوج معالق كبار ديال حب رشاد، والمكون الرئيسي اللي ما وريته لكم هو البصله الحمراء. فهاد الحريره تتجي مفيده وصحيه، راه فيها المكونات اللي هي صحيه اللي مجموع فيها الثومه، الزيت البلديه، حب رشاد، الزعتر والبصله. هذه البصله الحمراء تنقيوها وتنحكوها في الحكاكه الغليظه وتتعطينا هذا الشكل، حتى هي تنزيدوها عرفتي تضيف واحد النكهه ما تتبانش، واحد اللذه اللي تضيفها رائعه. وتنخليو هذا الشيء تنقصوا عليه البوطه ومره مره تنحركوا باش ما تنسق ليناش في القاع ديال الكوكوت او في الطنجره، وما تنسدوش عليها تنخليوها هكا معريه. وملي تطيب لينا راه ديك الساعه تنزيدوها الحليب، واللي بغى ما يديرلهاش حليب يشربها هكا كيزيد لها غير شويه الزيت البلديه من الفوق ويشربها، فهي حتى هي تجي لذيذه وصحيه. وها نتوما تتعطيو لوليداتكم تيتعشاو بشي حاجه اللي مفيده وصحيه، وحتى لعائلتكم في هذا البرد ومع هذا الفيروس اللي كاين، فضروري تنقلبوا على شي وصفات او شي وجبات اللي تيكونوا صحيين وتيكونوا مفيدين للصحه وتيقويوا المناعه. صافي دابا نخليها هكا ونقص عليها البوطه حتى ملي تبغي تطيب، ونعاود نرجع لكم ونوريها لكم ملي تولي تغلى، ونوريكم الشكل ديالها النهائي كيف تتجي، وراه تجي لذيذه. جربوها البنات وردوا عليا الاخبار، راه شي حاجه اللي صحيه بزاف بزاف بزاف، وراكم ما تبقاوش تستغناو عليها، ديروها كثيره وديروها في البواطه وخشيوها في الكونجيلاتور، راه ما تتخسر ما تيوقع لها حتى شي حاجه. بقاو تجبدوا بشويه بشويه تسخنوا وتزيدوا عليه الحليب وتفطروا بيه وتعطيوا لولاداتكم، فطروا بيه في الصباح، وبالنسبه للناس الموظفين فطروا بيها
وسيروا الخدمه، ما تفكروش الماكله نهار كامل حتى ترجعوا لديوركم وتغداو. المهم تنبغي نشارك معكم هكا وصفات اللي هي تقليديه وديال الناس وديال الناس ديال بلاد الشعب واللي هي معروفه عند المغاربه كاملين، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. يلا ما تشوفين، خليكم حتى لاخر الفيديو. يلا كيف ما تشوفوا دابا الحريره ديالي راه قريبه تغلى. ها انتم شتي تجي في هذاك اللون زوين، ها انتم مع حبرشاد ومع ديك البصله والزعتر. يا سلام، ما نقولكمش يا البنات واحد الريحه طالعه منها، يا سلام. غير هي ناقصوا عليها البوطه باش ما تحرق ليكمش ما تلصق ليكمش وما تفد لكمش على البوطه. ها انتم مع ديك التويمه كلها فوائد، كلها تشوفي بها صحيه مفيده. ها انتم مره انسان يدير شي حاجه صحيه ومفيده. ها انتم شايب بدات تتغلى. ها انتم هاد الكشكوشه بطبيعه الحال نحيدها اللي طلعت الفوق. دابا راه ناقص عليها البوطه والريحه كما قلت لكم، ريحه البصله والزعتر كي طالع. يا سلام يا سلام، سلم. ما شهيتكم البنات، وكون كنت حدايا كون كل واحد عطيته شويه 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 شويه، والله العظيم حقكم في الجنه. وهاي الحريره ديالنا البنات طابت، شكيتها تجي تشهي وريحتها يا سلام. صافي دابا بقى لي نزيد غير الحليب ديالي ونقدمها ونوريكم الشكل النهائي ديالها والتويمات اللي بغا ياكل مدرويسه ديال التومه ياكلهم. فنحطهم لي في الزليفات ديالو ويحيد ليهم القشره وياكلهم، راه مزيانين كيف ما تتعرفوا التومه راه مزيانه. واللي بغى يزيد في الزليفه ديالو شويه ديال الزويته بلديه يزيدها. وهاي الحريره ديالنا واجده بالصحه والراحه، نتمنى انكم تجربوها غتعجبكم بزاف. ايوا هاي ناقص عليها البوطه عرفتي، دايره شميعه باش ما تحرقش. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي من بعد ما تنضيف لها الحليب، فتجي على هذا الشكل. راه مازال سخونه، ايوا هذا هو دواء البرد اللي بغى يتهلا في راسو وياكل شي حاجه مفيده اللي تنفعو. فما عليه غير جرب هذه الحريره، هذا لاصوب راه تجي رائعه. ولا بغيتو تزيدوا شويه ديال الزويته بلديه فزيدوها ماشي مشكل. فنتمنى انكم تجربوها وراه تنال الاعجاب ديالكم. راكم عارفين اي حاجه تنحطها لكم فلاشين الا وتنكون مجرباها، وما تنحطها لكم الا ونعرف انها غادي تعجبكم. فما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الفيديو مع الناس اللي تبغيو، مع عائلاتكم حتى هما يجربوها والناس اللي عزاز عليكم. وما تنساوش انكم تنضموا للعائله ديالي على الانستغرام اللي غنخليه لكم لتحت، وكذلك خليو لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه اللي تتعجبني واللي تتفرحني بزاف 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 بزاف. ونقول لكم البنات ليله سعيده، تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده وفلوق جديد ونهار جديد وروتين جديد. تنبغيكم بزاف، بسلامه عليكم، وما تنساوش انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. يلا بسلامه، تهلاو ليا في راسكم وليله سعيده، بوسه كبيره ليكم.